عادت من جديد، صراع كبير خصوصا في خط الوسط ما بين لاعبي الميناء والزوراء. جول علاء عبد الزهرة، علاء عبد الزهرة بكرة رائعة في مرمى نور صبري. الزوراء الزوراء من فرصة وحيدة من خلال الدقائق اللي مرت، علاء عبد الزهرة يستقبل كرة رائعة مصطفى هادي يدحها في مرمى نور صبري. اذا الزوراء هدف، الميناء لا شيء، علاء يتحين الفرص للتسجيل من فرصة وحيدة لعلاء عبد الزهرة وللزوراء داخل منطقة الجزاء للميناء، يسدد بقوة وبيسرع على يسجل هدف جميل للزوراء. هدف رائع رائع لعلاء عبد الزهرة بكرة لا تصد ولا ترد من نور صبري. نور صبري حاول حاول لكن كرة علاء تخترق شباك الميناء ليعلن الزوراء التقدم بهدف مقابل لا شيء. الزوراء في مباراة الذهاب أيضا هو كان البادئ في التسجيل، وعن طريق نفس اللاعب علاء هوبا في المرمى علاء يسجل هدف رائع للزوراء في مرمى الميناء بكرة قوية 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 على نور صفاء. صفاء لعبها بالمقاس بالمسطرة على قدم علاء عبد الزهرة اللي أسكنها في شباك مرمى الميناء. واحد الزوراء، واحد الزوراء لا شيء الميناء. بينه وبين هيرديس ايامند كلف، هي كرة أمام منطقة الجزاء. علاء هدف ثاني لعلاء وللزوراء في مرمى الميناء. علاء عبد الزهرة يسجل هدف ثاني في الدقيقة 48. على عبد الزهرة يضاعف النتيجة ويسجل هدف ثاني بلقطة رائعة لفريق الزوراء، وعلاء عبد الزهرة اللي هي كرة بشكل جميل وسددها على يمين نور صبري ليعلن الزوراء التقدم على الميناء بهدفين مقابل هدف واحد، بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الميناء. ويتحمل طبعا نور صبري جزء كبير بدخول هذا الهدف في مرمى، يتحمل نور صبري جزء كبير في هذا الهدف في مرمى نور صبري. على عبد الزهرة يسجل الآن للزوراء من جديد ومن خلال البداية للشوط الثاني، هدفين للزوراء مقابل هدف واحد للميناء. لاحظ الإعادة، أمجد بينه وبين هيردي سيمن، وبعد ذلك أمجد هياها ومر على من أمام مصطفى ناظم، كانت سهلة قريبة لنور صبري لكن الكرة عانقت شباك مرمى الميناء من جديد، وعن طريق نفس اللاعب علاء عبد الزهرة اللي يسجل ثاني أهدافه في هذه المباراة وهدف الثاني عشر الشخصي في الدوري العراقي ويقترب من صدارة الهدافين للدوري.